السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي إيسونس دوريان. اليوم سنحضر وصفة البيتزا الخالية من الجلوتين. لتحضير هذه البيتزا سنحتاج لنفس العجين الذي استعملناه لتحضير الخبز السريع، نعوض فقط الزيت بزيت الزيتون. إذن هنا لدي العجين الذي اختمر، أنا تركته اختمر كثيرا لكن لا بأس، أقوم بدلكه لإخراج الهواء الموجود فيه. بعد ذلك سأستعمل ورق الطهي مدهون بالقليل من الزيت وسأضع عليه العجين، وسأستعين بالزيت لدهن اليدين حتى أستطيع بسط العجين. سأحاول بسط العجين وترك الجوانب سميكة شيئا ما. بعد ذلك أترك عجين البيتزا يختمر في فرن مغلق. إذا كان الطقس بارد يمكنكم تسخين الفرن على درجة حرارة 30 أو 35 درجة وترك العجين يختمر. هذا هو شكله بعد الاختمار. سأقوم بوضع صلصة الطماطم أولا وأطهو العجين لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 220 درجة. يجب وضع الفرن على وضعية طهي البيتزا، يعني أن الفرن يكون مشتعل من تحت. يستحسن وضع بعض الثقوب قبل الطهي. هذا هو شكل عجين بيتزا بعد طهيه لمدة ربع ساعة. أضيف إليه القليل من صلصة الطماطم، أضيف جبن البارميزان والجبن المفروم، جبن الإيمونتال، هذا جبن الموتزاريلا، أضيف القليل من الطماطم، وبعد والقليل من الزيتون الأسود، أضيف القليل من جبن البارميزان والليمونتال، وأضيف الزعتر. وهنا أقوم بالطهي لمدة 5 دقائق فقط على نفس درجة الحرارة أي 220 درجة. هذا هو شكل البيتزا بعد خروجها من الفرن. أضعها فوق سطح العمل، أضيف إليها ملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون والقليل من الريحان الذي يتوفر لدي في المجمد. يمكنكم استعمال الريحان طري إذا توفر لديكم، الريحان أو الحبق بالمغربية. البيتزا هنا جاهزة للأكل، إنها فعلا لذيذة ومميزة. وصفة رائعة فعلا للبيتزا، إنها مقرمشة في نفس الوقت وطرية. الآن سأقوم بتقطيع البيتزا لنرى جميعا كيف هي من الداخل. فعلا رائعة وناجحة. أرجو أن أكون قد أعطيتكم الرغبة لتجربة هذه البيتزا. شكرا على المشاهدة، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم وأعجبكم. لا تنسوا وضع جيم للفيديو وأن تتبادلوه بينكم وأن تشتركوا على قناتي للمزيد من الوصفات. شكرا.